معكم المدير، تحية للجميع. اليوم ما عندي فكرة خاصة بالألعاب، طريقة زيادة النقود والذهب. هاد الأبليكاسيون اسم ديالها جيم بلاير، اللي هي التخصص ديالها في الألعاب، تساعدكم في زيادة النقود أو الذهب. كندخلو للستوديو. بالنسبه لي انا بلا ما نحتاج اني ندخلو، حيت فيش مندخلو. هذه هي ابليكاسيون، من بعد من ان تيليشارجات ليكم كتجيو اي لعبه. انا بالنسبه لي هاد انفينيتيف بلاد 3 كما كتلاحظوا في الرصيد ديالي 948 دولار. هذا الرصيد ديالي بغيت نحاول اني نزيدو يولي عندي ملايين. قبل ما كندخلوا لهاد الابليكاسيون جيم بلاير، ضروري ما كندخلوا اللعبه، اي لعبه كتعقلوا على المبلغ اللي فيها. بالنسبه للمبلغ اللي شفتو كان 948، كنكتبو كما كتلاحظوا عطاني شحال من الخيار، ولهذا كنرجع اللعبة كنحاول اني نغيره. ولا عندي دابا تقريبا 98 دولار. كما كتلاحظوا انا عطاني خيار واحد، ولهذا كندخل ليه وكنتسنى العدد التنازلي بما انتهي. كنكتب اي مبلغ، مش شرط يكون اي مبلغ. كما كتلاحظوا انا المبلغ تغير، والطريقه هذه بصراحه جميله. تقريبا كتوافق جميع الالعاب. اتمنى ان اكون وصلتكم الفكره ديالي وتكون عجبتكم.